نص كيلو من الدقيق نقدر نضاعف ونقدر نقلل. نص كيلو من الدقيق، وهنا بقى دقيق مخبوزات، نراعي الحته دي كويس جدا، بنقول دقيق مخبوزات ولا دقيق معجنات، كحك وبسكوت، ولا دقيق متعدد الاستخدام، كل دقيق بيبقى له نتيجه افضل. تمام، فهنا نص كيلو دقيق مخبوزات، اتنين ابيض بيض، كوبايه حليب دافي، عندي ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره من الخميره، هنحتاج كمان معلقه كبيره ونص من السكر، معلقه كبيره من الخل، معلقه كبيره من المحلب، مطحون طبعا، عندنا معلقه صغيره من الكركم، رشه زعفران باودر، ورشه ملح. بس هي دي المقادير، مقادير بسيطه جدا. طيب احنا كنا اخدنا اتنين ابيض بيضه جوه العجين، صفار البيضه هنرميه طبعا؟ لا، هنستخدمه في دهن الوش. هنحتاج ايه؟ هنحتاج اتنين اصفر بيض، عليهم معلقه كبيره من السكر، معلقتين كبار من الحليب، ورشه قهوه سريعه الذوبان، وهنضربهم كويس جدا عشان ده يبقى الخليط اللي هنلمع بيه وهندهن بيه وش الفايش. تعالوا بينا يلا نشتغل بقى على طول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي العجان بتاعنا هبتدي احط الدقيق اللي احنا ناخلينه، دقيق مخبوزات ضروري علشان تاخدي نتيجه هايله وعجينه هشه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي نص كيلو، احط معاهم ايه بقى؟ كل المواد الجافه. يلا بينا. ادي المحلب بيدي ريحه حلوه جدا، وادي السكر، نخلي دلوقتي الزيت وبياض البيض والحليب على جنب، وناخد الكركم بيدي لون وبيدي كمان طعم، ورشة من الزعفران اللي هتدي لون أصفر لطيف جدا للفايش. خلاص حطينا كل المكونات الجافة في العجان، ويلا بينا نخلطها مع بعض كويس قوي. بسم الله. نسينا نحط حاجة مهمة، الملح، ما ينفعش عيش من غير ملح. يلا نحط نص معلقة صغيرة من الملح ونقلب. المواد السايلة عندنا اتنين ابيض بيض، الربع كوباية الزيت، عندنا معلقة كبيرة من الخل عشان تخلي العجينة بتاعتنا هشة وجميلة، وعندنا الحليب الدافي. يلا بينا بقى ننزل بالكلام ده كله ورا بعض. بعد ما قلبنا المكونات دي كويس جدا، احط ادي معلقة الخل، وادي الزيت، وادي بياض البيض، وادي الحليب الدافي اللي هننزل بيه حبه بحبه لغايه ما العجينه بتاعتنا تلم معانا وتبقى زي الفل. يلا بسم الله. يا جماعة المقدار مظبوط بالملي على الشعرة زي ما بنقول بالظبط. عايزة اوريكم شكل العجينة، اوريكم كمان لونها، وبعدين نسيبها بقى تتعجن مدة ما تقلش عن 10 دقايق، سواء عجننا في العجان او على ايدينا. تعالوا نبص عليها الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي لونها، بصوا لونها، لونها اصفر جميل جدا ما شاء الله، تحفة. بس زي ما انتم شايفين كده، بصوا العجينة عاملة ازاي، مخرزة مقطعة، بصوا يعني بشد بتتقطع على طول، فالعجينة لسه بدري عليها قوي علشان تتعجن. كنا شغالين في الفايش وبدأنا نعجن العجينة بتاعتنا، وانا عايزة اقول لكم ان طول الفاصل العجان شغال، كل ما عجنتي اكتر كل ما تاخدي عجينة هشة جدا ما تفرولش بسهولة، والدنيا معاكي تبقى زي الفل. عجنتي بايديكي، عجنتي بالعجان، لازم العجينة تتعجن كويس جدا. تعالوا بينا بقى اوريها لكم كده شكلها ايه، والفرق ما بينها وما بين لما كانت لسه يا دوبك شغاله في بدايه العجن. يلا بسم الله. العجينه تأبه. مش مشكله احنا نطلعها كده. بصوا معايا، بصوا العجينه، اولا العجينه بقت ملسه جدا، بصوا كده العجينه ملسه خالص ازاي، ناعمة طرية، طرية جدا ده المطلوب. بصوا لونها، قوامها زي الفل. على طول هشيلها هحطها في بولة مدهونة دهنة خفيفة جدا بالزيت، وادهن وشها زيت، واحطها بقى في مكان دافي علشان تخمر ويتضاعف حجمها. شايفين اللون وجماله، تحفة.
ادي طبق بويض، وهجيب الزيت نقطة صغيرة خالص، وبالفرشة خلاص نزلناها على وشها، خدت شويه من الزيت اتدهنت يعتبر، وبعدين قلبناها تاني ونغطي بقى ببلاستيك وبعدين بفوطه نظيفه ونحط في مكان دافي، خليها كده تخمر ويتضاعف حجمها قبل ما نرجع علشان نشتغل فيها مره تانيه. ادي البلاستيك. فايده الزيت اللي انا حطيته على الوش بقى ده علشان لما تخمر وتعلى ما تلزقش في الكيس البلاستيك، وبالتالي اجي اطلعها كده فلاقي العجين كله طلع معايا في البلاستيك. تمام. الشتاء وتخمير العجين بيبقى فيه شويه صعوبه او بياخد وقت معانا كبير، فعلشان كده دايما راعي انك انت تولعي الفرن 5 دقايق وتطفيه وحطي العجينه بتاعتك علشان تخمر براحتها. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نركن على جنب ونبتدي نشوف عجينتنا بعد ما بتخمر هنعمل فيها ايه. ممكن ان احنا نشتغل بيها وهي على طول كده ايه واحدة سليمة، او ان انا اقطعها 3 كور على حسب بقى تقدري تشتغلي فيها ازاي. ادي العجينة بتاعتنا. تمام. رشة بقى من الدقيق علشان نفرد عجينتنا. يلا نفرد العجينة على قد ما نقدر بسمك حوالي كده 0.5 سنتي. لا احنا ممكن نشرب عشان ايه الدنيا تظهر معانا. ونفرد عجينتنا. يلا زي الفل. حسي فيها كذبة كده. بصوا فردت العجينة على قد ما قدرت بسمك حوالي 0.5 سنتي. هعمل ايه بعد كده؟ هاخد العجينة بتاعتي واعملها رول. يلا بالظبط فكرة العيش الفينو، وهقفل الجوانب. تمام. والجنب التاني. وشايفين القفلة دي؟ تعالوا بقى نلمها على بعض كويس قوي. تمام. والقفلة دي هتبقى هي اللي على أرضية الصاج. صاج ألومنيوم هندهنه برضو دهنة خفيفة بالزيت علشان الرغيف بتاعنا ده ما يلزقش. بسم الله الرحمن الرحيم. وحط الرغيف واسيبه ايه يخمر مرة تانية. لازم خمرنا مرة بعد العجن ولازم مرة كمان بعد التشكيل. بعد ما يخمر العيش ضروري جدا بقى بعد ما يخمر هنعمل ايه؟ تعالوا بينا. طبعا لما نيجي نخمره لازم نغطيه، ما ينفعش نسيبه مكشوف عشان ما يقشفش مننا ويعمل نقول ايه قشرة ناشفة. زي ما قلنا تقدري تقسمي العجينة بتاعتك رغيفين 3 على قد ما ايدك تقدر ايه تفرد كده اتعاملي. تعالوا بينا بقى نبتدي نعمل دهان الوش. كنا حاطين 2 ابيض بيض في العجينه جواها وسبنا الصفار طبعا مش هنرميه. تعالوا بينا بقى نشغله. حطيت رشه قهوه سريعه الذوبان، احط عليها الحليب علشان اقدر ادوبها كويس قبل ما ابتدي اضيف صفار البيض.
القهوة هنا هتساعد على لون ذهبي حلو جدا، وكمان تساعد عشان ما يبقاش فيه زفارة لصفار البيض على الفايش. حط بقى صفار البيض وشوية سكر، طبعا بيساعدوا على التحمير كده وبيدوا لون حلو جدا. كده الخليط بقى جاهز معانا. ندهن وش العيش بعد ما يخمر، ضروري جدا. وبالراحة احرصي بقى وانت بتدهني كده انك انت ما تسقطيش في الجوانب، علشان ما تلاقيش الجوانب محروقة تمام وتديكي شكل كده ايه مش لطيف. فبالراحة وبخفة علشان ما تخرجيش التخمير، وفي نفس الوقت علشان ما تدلدقيش كده حوالين الرغيف ويبقى شكله من الجناب محروق. تمام، نوزع كده. فرننا سخن على درجة حرارة ايه بقى؟ على درجة حرارة 200 وعلى الرف الوسطاني. انا عايزاه ياخد راحته في التسوية، ما يتسلوقش او ما ياخدش لون على الفاضي، يبقى من جوه لسه معجن عشان هو حجمه كبير. تمام، يلا بينا على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. أكيد الفرن لازم يكون سخن، ما ينفعش أبدا أدخل أي حاجة في الدنيا في الفرن والفرن بارد. هظبط بس درجة الحرارة ويلا. طيب خلصنا وحطينا الفايش بتاعنا في الفرن واستوى وطلع معانا بالشكل الجميل ده، خفيف جدا زي ما انتم شايفين، تسويته من تحت تسويته من فوق. ده اللي كنت بقول لكم عليه ده، وهو بيدهن وقع من الدهان فبيدي شكل كده مش حلو، ممكن نشيله. تمام، واسيبه يبرد، يطلع من الفرن واسيبه يبرد تماما علشان اعمل ايه بعد كده عشان اقطعه. يلا بينا بقى نقطعه. هنقطعه بالسكينه اللي هي المشرشره دي. تمام، وابتدي بقى ايه اخد كده، بس قطعيه بقى بالورب زي ما انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم، قطعيه رقيق علشان يبتدي على طول ان هو يتحمص قوام. بصوا الشكل، لو هتلاحظوا معايا هتلاقوا الرول اللي احنا عاملينه تأثيره باين كده. تمام، بصوا شكله عامل ازاي، تحفه ولونه حلو جدا بس ايه طري. طيب هنعمل فيه ايه بقى علشان ينشف ونقدر بقى ان احنا نعمل كميه وما تبصش معانا وتقعد معانا؟ هنبتدي نقطعه زي ما انتم شايفين كده وندخله في صينيه فرن هادي جدا، يعني درجه حراره بقى 120 130 وعلى الرف الوسطاني لغايه ما احس كده ان هو خلاص نشف من غير ما يغير لونه، ضروري جدا. ونطلعه هتلاقيه بقى زي الفل، تقدري بقى تقدميه جنب شاي بلبن، جبنه، اي حاجه بقى براحتك زي ما بتحبي تاكليه. تعالوا نجيب يلا صاج نرص فيه. مش هنعمل حاجه غير اننا ندخله الفرن علشان يبتدي ياخد اللون الجميل بتاعه، مش اللون بقى القرمشه الجميله بتاعته، هو لونه تحفه مش محتاج اي حاجه خالص. ونكمل. افضل سكينه لتقطيع المخبوزات او العيش هي السكينه المشرشره دي، تسهل لك الدنيا جدا وما بتخليش العيش نقول ايه يعجن في بعضه. وحاجه مهمه كمان انك انت لازم تستني على الرغيف بتاعك، ما تقطعهوش غير بعد ما يبرد تماما. نعم والله. طيب تمام، خلصنا خلاص، قطعنا الرغيف بتاعنا كله هيبقى بالشكل ده. هندخل الفرن يلا على درجة حرارة 120، اهدى حاجة، على الرف الوسطاني علشان يقرمش معانا الفايش ويطلع كده بألف هنا وشفا. يلا هدخله الفرن. عملنا مع بعض الفايش من اول العجينة. بصوا العجينة كمان بدأت تخمر معانا اهي. تمام، دي العجينة اللي عملناها مع بعض على الهواء، وبعد كده فردناها على شكل رغيف كبير، او ممكن تعملي رغيفين ثلاثة على حسب انت عايزة تعمليه قد ايه. بالشكل ده زي ما انتم شايفين بدأ يخمر اهو،
شايفين شكله جميل قد ايه، وقلنا ازاي نقفله تماما ونظبطه ونحطه في صاج مدهون بالزيت ونسيبه يخمر علشان ندهنه بعد كده بخليط الدهان اللي احنا قلنا عليه، كان صفار البيض اللي احنا رافعينه من المقادير، ومعاه معلقتين لبن، رشه من القهوه سريعه الذوبان، ورشه سكر. قلبنا كله وهندهن بيه الوش. دخل استوى بعد ما خمر تمام التمام الدهن، ودخل استوى على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، وبعدين بعد كده بعد ما طلع سيبناه يبرد تماما خالص، قطعناه ترانشات ورصيناه في صاج فرن تاني، ودخلناه على درجة حرارة 120-130 براحتك لغاية ما ايه يقرمش كده من غير ما يلون. تعالوا بينا نبص عليه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو لسه له شوية اهو، من ناحيتين نفس اللون، هو ده المطلوب، وبدا ينشف ويقرمش معانا. طبعا كمان لما بيبرد بينشف بزياده. تمام اهو، بصوا تمام بدا ينشف، طبعا لسه له شويه كمان علشان يبقى مظبوط. حلو قوي ما شاء الله، اللهم بارك.